سلامك زين. يدخل الجنب تحب تسمع الوتر تشوفه بالعين. قولي طلباتك ولا تحت عمرك. ما يعتمدش على الجزار. اسمع، كل اللي عندكم نصيبه في الثبوت، وده حق الشرع. اختك مكتوب لها كل حاجه باسمك، وهي الواصيه على كل حاجه. هو في وصي غيره والخراط والسد لكل حاجه ماشيه بدماغه وتفكير. برضه هي الوريثه، وهي اللي في يدها كل حاجه، وهي اللي ليها حكم التصرف. مش كده ولا ايه؟ امال انت دورك ايه؟ مش انت الكل في الكل؟ طبعا الكل في الكل. طب لما كده حد موجود واكيد، بس دي امور بينك وبين اختي، وانا غريب فين؟ ما غريب الا انت غريب، بس مش واخد بالي. مش واخد بالي؟ مش واخد بالي ازاي؟ يعني انت بس تقعد وانا تحت رجليك؟ لا طبعا. لا مؤاخذة، انت فوق الراس. وانت جوا ليه؟ ما تدخلينيش بيناتنا، وكل واحد متعلق من العربوب. يعني انا ملياش خاطر عندك؟ خاطرك على عيني والله. ما يهمش، انت بس تعالى واشرب عندي الشاي ونتفاهم. نتفاهم على ايه بس؟ لما تيجي هتعرف الكويسين. لكن لو اختك عرفت Yeah.